وأنا في تصوري المجتمع الدولي حاضر لدعم محافظة نينوى بالذات، فلذلك إحنا أكدنا بأنه بوابة الدعم تكون من خلال تقوية مؤسسات ومفاصل الحكومة المحلية في نينوى. أؤكد أنتم إخواننا الأعزاء مدراء الدوائر مهمين جدا بالنسبة لنا، نتمنى بأنه تبدأون بخارطة طريق محلية أو ذاتية من خلال دوائركم لمعالجة بعض مكامن الخلل في بعض التواصل ما بين لجان مجلس المحافظة وبين الدوائر، وما تفضل به سيد المحافظ فيما يتعلق بالصلاحيات مجالس الأقضية والنواحي، فبالتأكيد هي أكو سياقات قانونية وأكو قانون يفترض أن يطبق وغير وارد الاجتهاد في هذا الموضوع، ولكن النية والهدف هو التنسيق والتعاون من أجل معالجة المشاكل وليس خلق المشاكل.